ليش واقفة هون؟ فوتي، يلا فوتي. انت كنت طول عمرك تعتبرني مثل بنتك، وكنت تعاملني مثل أنوج، واليوم وقت احتجتني لحتى أكون جنبك ما خليتني أعرف إنك مريض وكنت مخبي عني. إيه بعرف ما كنت قريبة، بس نحنا متعودين نحكي دايماً. أنا ما عم صدق، أنت كيف تجرأتي إنك تفوتي لهون مع إنه أنا منعتك؟ قومي طلعي من هون، ما بدي إياك تكوني قريبة منا. يلا روحي. مرت خالي بترجاكي. مدام روحي، يلا قومي من هون، طلعي لبرا. مرت خالي قومي روحي، يلا اطلعي من هون. لا تعمليني، خلصيني، ما بدي اشوف خلقتك، اطلعي لبرا، اطلعي، يلا امشي قدامي. انتي ليش بدك خالك يضل عم يتعذب؟ شو اللي عم تحاولي تعمليه عنده؟ اهلين، انتي جاي لهون حتى تدعمي كنتك بتصرفاتها؟ شو هاد اللي عم بتقولي؟ انا ما كنت بعرف انه الناس الاغنياء مو شاطرين غير بالطلبات، وما بيعرفوا كيف يوفوا بوعودهم. يلا خديها معك، أنا ما بسمح لهي البنت تضل عندي. خلاص بكفي مدام، أنا سمعت منك كتير إهانات، بالأول بدي اسمع بوجة وبعدين بجاوبة. إيه إيه طبعاً فيكي، وأنا كمان مثلكم، حابة اسمع شو اللي بدها تحكي. لا بوجة، أنتي شو عم تعملي مع نارين هون برانجالي؟ أنتي بتعرفي المشاكل اللي صارت المرة الماضية بسبب هالمكان وشو كانت النتيجة؟ انتي ليش ما منعتي لنارين من الجاية لهون؟ واذا هو ما رد عليكي انتي ليش ما خبرتينا باللي عم بيصير؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.